كم يأتي في سياق استثنائي لجائحة فرضت القوانين ديالها فرضت بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف المرسلين السيد محمد السلفي الصديق وزير ديالنا للفلاحة والصيد النحلي والغابات المياه والغابات وعضو المكتب السياسي السيد المنسق الجهوي السي سعد المبارك السيد المنسق الاقليمي السي جواد غريب السيد عمدة مدينة القنيطرة السيد النائب البرلماني السي محمد غريب السيدة رئيسة لجماعة سوق الأربعاء الغرب السادة حنا تنعرفوا مدينة القنيطرة بالمساحة ديالها بالعدد ديال السكان تتفوت مدينة الرباط وفي لي جينيكولوج اللي كاينين حنا ماشي ضد مدينة أخرى ولكن لي جينيكولوج اللي كاينين كاين خمسة ستة ديال الجينيكولوج كاينة في مدينة الرباط وفي مدينة القنيطرة كاين جينيكولوج واحد علاش واش الأمهات ديالنا واش النساء ديالنا ديال الإقليم خاصهم يستاهلوا حتى هما يكونوا عندهم الجينيكولوج اللي يستقبلوهم ويكون الولادة ديالنا كاملة في الإقليم عالية وما تكونش نسبة الوفيات تتكون بزاف في الولادة عندنا قطاع ديال التشغيل كاين تفكير بمنطقة الغرب الأمور الواقعية للرأي العام بكل مصداقية وبكل شفافية شكرا لكم كذلك طبعا أنا غادي نرجع قبل الانتخابات أنه العديد منا كانت عندنا أول تجربة سياسية ودخلنا لهذا الحزب ماشي غير لمجرد أنه بدنا ندرس السياسة ولكن عام قناعة وذلك ما جاش على كذاك لأن شفنا هذه مدة وعندنا الحزب الوحيد اللي تنشوفوه متحرك وعنده برامج وعنده واحد القيادة وعنده واحد الرؤية خصوصا عندنا هذا واحد تقريبا واحد المدة والمغرب تيعيش واحد على الناحية السياسية كتعيش واحد ستاغناسيون ما كانش هذا والمواطن كذلك ما بقاش يحس وغادي نبقاو شادين فيها لان هذه مدينتنا وما غاديش نفرطوا فيها لاسباب شخصيه لا علاقه لها بالتنميه ديال المدينه ديالنا دونك هذا تكون هذا واحد المثال بسيط على العمل اللي دار هذا الظرف الوزير دونك حنا تنقولوا بان الحزب ديالنا حزب كبير حصلنا على نتائج مهمه ما كانش عندنا الوقت باش نتلاقاو كاملين من بعد النتائج الحمد لله احنا تلاقينا واخا الظروف الوبائيه ما تتسمحش باش نتلاقاو كاملين ولكن الحمد لله هذه البدايه ونطلبوا الفرج من بعد ان شاء الله للجميع الناجحه التي كان لها دور كبير في تحقيق المشاريع الاستثماريه المنتجه في مختلف المجالات وبهذه المناسبه ايضا نؤكد لسيدنا ومولانا امير المؤمنين دام له العز والعلا تجندنا المطلق والدائم وراء جلالتكم الشريفة لتعزيز الحضور الاقتصادي للمغرب ونعدكم يا مولاي أننا لن نتخذ جهدا كمناضلين تجمعيين ومناضلات تجمعيات لتنزيل مضامين النموذج التنموي الذي تم إعداده بتوجيهات سامية من جلالتكم والذي يتخذ سنة 2035 كحد أقصى لتحقيق ما تشهدونه لشعبكم وفيه كما نعبر لجلالتكم عن افتخارنا واعتزازنا بتعليمات جلالتكم الرامية لتدبير جائحة كورونا والتي وآثارها ببلادنا كان واحد التنظيم محكم وكان كذلك يعني مناسبة للتجديد ديال الهياكل ديال الحزب في الإقليم وهذه يعني واحد خطوة جد مهمة نحو المؤتمر الوطني ديال حزب التجمع الوطني للحرير